عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا قصة غريبة جدا، ويعني انا لما سمعت القصة دي انا بكيت ألما وحزنا من جوه قلبي على مصير هذه البنت اللي انا هحكي لكم قصتها. انا سمعت القصة دي، انا ما حدش قالها لي، لكن انا سمعتها من حد، وصاحبة القصة قالت يعني اعرضوا القصة دي علشان البنات تتعظ، علشان البنات تاخد حذرها وتبقى يعني انا هقول لكم القصه وانتوا هتفهموا، علشان البنات تبقى عارفه ان اللي يحمي البنت ابوها وامها، مش اي حد تاني، ولا خال ولا عم ولا اي حد في الدنيا يحمي البنت، ولا شرف البنت غير ابوها وامها، لان في الاخر وفي الاول ده شرفها. القصه بتحكي ان في بنت محترمه، محجبه محترمه، مش معنى كده ان في بنات برضو غير محجبات ومحترمات ومثقفات ومتعلمات تعليم حلو جدا، سواء كان اخلاقيا او علميا. هي دي بس البنت دي، قصة البنت دي هي ونفسها محجبة. البنت بتحكي بتقول طبعا بعد بكاء شديد جدا 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 وحزن وألم شديدين جدا جدا جدا، بعد وقت كبير من الترضية ان احنا ارضناها وهديناها وخليناها تبدأ تسرد الحكاية بتاعتها. بتقول انا كنت في الجامعة، ويعني كان ليا صديقة ليا في الجامعة، الصديقة دي فجأة لقيتها اتغيرت، ولقيتها ان هي بقت تكلم شباب، ولقيتها ان هي بقت تمشي مع شباب، لكن هو انا عارفاها من الاول ومصاحبينها من الاول. وبعدين بدأت تقول لي انا عرفت فلان الفلاني ده هيكتب لنا المحاضرات، وهو انسان محترم ومثقف ومش هياخد مننا حاجه، ويعمل لنا المحاضرات ويبيضها لنا، وخطه جميل وما اعرفش ايه. طيب ماشي، قالت لها طب ماشي، قالت لها طب تعالي بس عشان نقابله واحنا جوه الجامعه، عشان بس ايه هيبقى عارف ان هو يكتب لي انا وانت المحاضرات بتاعتنا. خدت البنت بتقول انا سمعت كلامها ورحت، وقابلنا الشاب وقعدنا اتكلمنا في الحرم الجامعي وما فيش اي حاجه، وتحدثنا وخد رقم تليفوننا، وطبعا احنا اخدنا رقم تليفونه، والامر ما فيش لغايه هنا ما فيش اي حاجه. المهم بعد يومين ثلاثه اتصل بيا وقال لي تعالي خد المحاضرات بتاعتك، انا خلصتها، بس مش هيبقى في جوه الجامعه، يعني بره الجامعه. فوافقت، وده اول تنازل من البنت، اول تنازل خالص ان هي توافق ان هي تقابله بره الجامعه، وتوافق ان هي تقابله لوحدهم. المهم خدها وقعدوا في كافيتيريا، واداها شويه ورق، هو فعلا كان كاتب لها ورق محاضره، وده عشان جر رجليها يعني. اداها شويه ورق وقعدوا بقى يتكلموا شويه، قال لها يلا نتكلم عن نفسنا. البنت قعدت تتكلم، وانا بنت لوسط يعني في وسط ولدين، انا الوسطانيه ووحيده الام، وابويا بنت يعني، وهو يقول لها وانا فلان الفلاني وكذا وكذا وانا كذا وكذا وما اعرفش ايه. وفجاه راح منقضع، يعني هي حاطه ايدها كده وهو ماسك ايدها كده، طبعا هي ما سحبتش ايدها، المفروض حاجه زي كده، وبنت قاعده بتتكلم مع شاب بكل احترام وادب، ومسك ايدها كده مره واحده، يعني ابسط حاجه ان هي تروح شد ايدها مره واحده وقايمه واقفه وتاخد بعضها وتمشي. دي اول خطوه في الاحترام للنفس والاحترام للاهل، لكن هي سابته ومسك ايدها. طيب لما مسك ايدها ده كان اول تنازل. بعد ما مسكت الايد شويه كلام يعني بقى في الرومانسيه، يعني هم بيقولوا عليها رومانسيه، شويه كلام حب، شويه كلام مش عارف ايه. الموعد ده جر موعد بعده، وطبعا البنت التانيه ما تعرفش، او هي عامله ان هي مش عارفه. الموعد بدأ يجر موعد، مسكت الإيد تخطت، مسكت الإيد تخطت، يعني الكلام بس. المهم المكان بقى مكان خاص، بقى مكان ليه هو وهو بس، محدش يشوفه. وانتوا عارفين لما بيلاقي اما بنت وولد بيحبوا بعض وهو نيته مش حلوة، وخد بنت مؤدبة محترمة ملهاش تجارب وملهاش أي حاجة في مكان زي ده، تخيلوا إيه اللي يحصل. المهم حصل ما يحمد عقباه لا يحمد عقباه، حصل طبعا اللي الغلطه اللي بتقع فيها اي بنت بتسلم نفسها لاي شاب، تمام، والغلطه تكرر الغلطه وتكرارا وتكرارا لغايه ما حملت البنت، بقت حامل. هي بتحكي وبتقول انا بقيت حامل، وانا احترت في امري، وانا كلمته
قابلني في نفس المكان. هو فرح طبعا وفكر ان هو قابلها علشان غلط تاني، لكن هي قالت له انا دلوقتي حامل وانت وعدتني بالجواز وقلت لي هاجي اتقدم لك، ودلوقتي انت ما عملتش اي خطوه وانا الحمل هيبدا يبان عليا. قال لها طبعا مين انا، مين اللي هيتجوز مين؟ انا عمري ما هتجوزك، انت سلمت لي نفسك بكل سهوله، مش عرفني انا ان اللي في بطنك ده يبقى ابني انا مش ابن حد تاني، سلمت له نفسك برضو. المهم بقى ضاق بقى الدنيا خالص، وتقول لي مين، تقول لي مين. المهم قالت، المهم راحت تقول لصاحبتها، دي اتفاجئت مفاجاه رهيبه جدا ان صاحبتها كانت تعرف الموضوع ده، وعرفت بطريقه الصدفه ان صاحبتها كانت بتقبض فلوس من الشاب كل مره يروح يقابل فيها البنت. طبعا ده اول صدمه في حياتها. المهم طبعا ما هتجادل مع البنت، هتقول لها وهي بايعاها من الاول، وهي بايعه صداقتها من الاول. المهم راحت قالت انا هقول لامي وهقول لابويا، وخرجت فعلا عشان تقول لهم، لكن من خوفها منهم وخوفها من اللحظه نفسها تراجعت في الاخر وقالت لا انا مش هقول لهم، انا هروح اقول لعمتي. راحت عشان تقول لعمتها برضو، خافت من الهوله، قالت دي عمتي قلبها حنين وممكن ان هي تقول لامي وابويا بطريقه مش حلوه، وممكن ان هم يعملوا فيها ويسووا فيا، انا هروح اقول لخالي. خالي طبعا راجل هيقدر هيعالج الامور بحكمه، هيقدر ياخدنه ويروح يقف في وش الشاب ده وهياخد حق. المهم راحت قالت لخالها، خالها اول ما علم الموضوع مسكها اداها علقه موت 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 موتها. وبعدين ايه في يعني بعد ما هبط بقى معاها في الضرب، قال لها انت عايزاني اخلصك من الموضوع ده؟ قالت له اه. قال لها طيب انا هخليك تتخلصي من الموضوع ده، وانا هنزل لك الحمل ده بس على شرط واحد. قالت له قولي يا خاله. اشرط شرط ايه يا خاله؟ إيه المهم انك ما تقولش لماما وبابا وتخلص الموضوع ده. قال لها ماشي انا هعمل معاكي زي ما الولد ده عمل معاكي. قالت له تعمل معايا ايه يا خاله؟ قال لها وعمل فيك ايه؟ كذا وكذا وكذا، وانا هعمل فيك نفس الكلام، والا انا هفضحك، وبعد ما ضربتك انا هقول لهم يضربوك ويقتلوك ويعملوا ويسووا فيك. طبعا البنت من خوفها وما فيش تفكير ومن صدمتها في خالها، يعني صدمه اكبر من صدمه ان هي حامل من واحد في الحرام، فسلمته نفسها فخلصها فعلا من الموضوع اللي هي كانت في الحمل، وروحت وهي دموعها على خدها مش قادره تتخيل نفسها وتفوق من الصدمه. وبعدين ايه ما لقيتش حل الا انها ترجع للشاب تاني وتقول له دلوقتي انا خلصت من اللي انا كنت فيه، من الحمل اللي انا كنت فيه، وانا دلوقتي انا بقيت فاضي اهو، انا عايزك تتقدم لي وتتجوزني ومفيش اي مشكله. قال لها طيب ماشي موافق، بس انت وحشتيني قوي، تعالي ايه نعمل اللي كنا بنعمله، وعمل تاني معاها. فبقت يومين والتالت خلاها يتصل بقى ويقول لها تعالي لي عاوزك، تروح له وهي مجبره وخايفه منه. وبدأ خالها من ناحية والولد من التاني من ناحية تانية معاه في نفس المكان. وبعدين قعدت تقول أنا دلوقتي حامل وأنا مش عارفة اللي أنا حامل فيه ده يبقى ابني ولا ابن خالي، أنا مش فاهمة، أنا عايزة أموت نفسي، أنا عايزة أخلص نفسي، أنا جيت أقول الحكاية بتاعتي والمشكلة بتاعتي علشان تعرضوها على البنات وعشان تعرفوا البنات إن ما يثقوش في أي حد. أنا لو كنت قلت لأمي وأبويا من الأول ممكن كانوا ضربوني، ممكن كانوا عنفوني، لكن ما كانوش هيوصلوا بيا للدرجة اللي أنا وصلت فيها دلوقتي. أنا دلوقتي عايزة أنتحر، أنا هعمل إيه دلوقتي؟ المهم هي مشكلة ملهاش حل يعني، أو حلها هيبقى صعب جدا، ما يحلهاش إلا إيه رجال القضاء. هي اخيرا حل بقى ان هي توصل تروح تقول لامها وابوها وتواجه الامر الواقع، وتروح تقول في القضاء، الولد وخالها يتعاقبوا. المهم هي قصدها من الحكايه دي ان ده كل بنت ما تصاحبش واحده، اي واحده ما تسمعش كلام اي واحده، ما تسمعش كلام اي شاب يقول لها انا هعمل لك وهسوي لك، ويمسك ايدها ومن مسكه ايد لكذا 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 وتقع في الخطيئه. خدوا بالكم من بناتكم، اعرفوا بناتكم بتكلم مين في التليفونات طول الليل، اعرفوا بناتكم ماشيه مع مين في مدارسهم، اعرفوا بناتكم يعني اصحابهم، وتبقى كل خطوات بناتكم قدامكم الاب والام مع بعض. ولو الاب والام منفصلين البنت عنده يخلي باله منها. يا رب احفظ كل بناتنا واولادنا ويوصلهم لبر الامان يا رب العالمين. انا بس الفيديو ده توعيه عشان تحافظوا على بناتكم، تبداوا تخلوا بالكم وتلفتوا نظركم لبناتكم، تشوفوا اصحابهم، تتكلموا مع اصحابهم واهالي اصحابهم. وبكده يبقى انا خلصت. يا رب يكون استفدتوا اي معلومه او اي حاجه، او لفت نظركم بس لنقطه معينه ومهمه في حياتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.